مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. مكملين معكم بسلسلة بي اتش بيجلاند، سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة ميدزيديو. لساتنا بالجي اي سيستم وبالأمراض التابعة له. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن القولون العصبي أو الإريتابل باول سيندروم. خلينا متفقين يا جماعة بالبداية انه الاريتابل باول سيندروم هو كرونيك كونديشن، يعني الادوية اللي انا راح اعطيها واللي راح نحكيها كمان شوي هي ما بتعالج الكونديشن 100%، يعني ما راح يكون لحظي وينتهي. لا، هو غالبا الاشخاص اللي بيكون عندهم قولون هاي المشكلة بتكون مصاحبتهم كل حياتهم، بتزيد باوقات معينة وبتخف باوقات معينة، كمان شوي راح نحكي عنها. بالنسبة للسيمتومز للإريتابل باول سيندروم فهي بتكون كلياتها يعني أعراض معوية، بتكون confused مع أمراض تانية، فممكن يكون عنا إسهال، ممكن يكون عنا إمساك بنفس الوقت، بيصير عنا برضو كرامبينج بالمعدة، ممكن إنه يصير عنا غازات. تمام، هاي كلياتها الأعراض هاي زي ما حكينا هي كرونيك سيمتومز، تمام، يعني كل فترة وفترة بتيجي على المريض وبتصيبه. هلأ بالأعراض حكينا إنه قد يكون في عنا إمساك وقد يكون عنا إسهال. طب هاي كيف ضبطت؟ بتضبط إنه أصلاً الإريتابل باول سيندروم إله أنواع، تمام؟ ممكن يكون الإريتابل باول سيندروم with constipation، ممكن يكون الإريتابل باول سيندروم مع دياريا، وممكن يكون الإريتابل باول سيندروم with alternating diarrhea and constipation، يعني مثلا فترة تكون constipation والفترة اللي وراها يكون diarrhea، يعني حالة الجسم مش ثابتة. تمام، هاي ثلاث أنواع للإريتابل باول سيندروم. طبعا اعتمادا على كل حالة بيكون العلاج. فمثلا لو كانت الإريتابل باول سيندروم مصاحب إلها constipation فأنا هون بدي أعطي أدوية لأعراض الإريتابل باول سيندروم وبدي أعطي أدوية للconstipation. تمام، كذلك المثل بالنسبة للدياريا، بدي أعطي أدوية للقولون وبدي أعطي دواء للدياريا. ونحن طبعا غطينا موضوع الكونستيبيشن وغطينا موضوع الدياريا، فيفترض أنه هلأ نكون بيرفكت فيهم وعارفين كيف نعطيهم للمريض. هلأ حكينا نحن أنه الأعراض تبع الريتابل باول سيندروم مش كثير سبيسيفيك، يعني هي كلها أعراض معوية، فكيف نميز أنه هذا الشخص عنده قولون؟ اول شغله واللي يفترض انتم هلا تكونوا عارفينها انه هاي الاعراض ما بتكون لفتره معينه، هي بتكون كرونيك، بتصيبنا باكثر من يعني اكثر من مره بالسنه، خلينا نحكي او بالشهر او بحياتنا، يعني مو لفتره معينه. اوكي، شغله ثانيه، بيكون في عندنا كرونيك ابدومينال بين غالبا عند كل المرضى. هذا الابدومينال بين بيكون مصاحبه واحده من الثنتين، اما بيكون في عندنا تغيير بالفريكوانسي تبع الستول اللي هو دياريا أو كونستيبيشن، أو بيكون في عنا إنه لما نعمل ديفوكيشن هذا الألم بخف. إذا شفنا البين الأبدومينال بين مع واحدة من هدول الثنتين، أنا هون بقدر أقيم تقييم مبدئي إنه هذا الشخص عنده قولون عصبي. طبعا التقييم هو مو إلنا، هو للدكتور، ولكن نحن بشكل رفلي يعني بنقدر نحكي إنه هذا المريض عنده قولون عصبي. تمام، قبل ما ندخل على الفارماكولوجيكال تريتمنت خلينا نحكي شو النصائح اللي بعطيها انا للمريض لما يجي لعندي واتاكد انه عنده قولون عصبي. بالبدايه لازم يتجنب اي شيء فيه السوربيتول. السوربيتول هو زي ما بتعرفوا نوع من انواع السكر. نحاول ننصح المريض انه يتجنب يتناول السوربيتول. طبعا بيكون هو يعني هو يا جماعه السكر اللي بيكون موجود بالعلكه غالبا. تمام، فنحكي للمريض ينتبه شو نوع السكر اللي عم ياخده، في حال كان سوربيتول يبتعد عنه. اوكي، حتى موجود بالمحليات الصناعية برضو. شغلة ثانية كمان، الكافيين، الشاي، القهوة، النسكافيه، هاي القصص كمان كلها تعتبر من الأشياء اللي بتهيج القولون وبتزيد من الأعراض تبعه، فنحاول انه نخففهم. برضو
ننصح المريض انه ياكل على مهله. هلا المريض لما ياكل بسرعه، انا هون ما عم بعطي مجال للمعده انها تهضم الاكل بشكل جيد، يعني ما عم بهضمه اصلا بتمي كويس، فانا هون عم بجهد المعده بزياده. ممكن هذا يعمل لي فلوتينج، يعمل عندي جازز، يزيد لي من اعراض القولون العصبي. فبحكي للمريض انه لما تاكل وجبتك اكلها على مهلك، ما تستعجل فيها، اهضمها كويس وكون مرتاح. تمام. برضه شرب المي يا جماعه كثير مهم. مرضى قولون العصبي يكثروا من شرب المي تبعهم حتى نحسن من عملية الهضم، بالتالي تقل السيمتومز تبع القولون. تمام. سواء كان فلوتينج، سواء كان ابدومينال بين، كرامز، هاي القصص. اوكي. هلا نيجي للفارماكولوجيكال تريتمنت، انه شو هي الادوية اللي انا بدي اعطيها لمريض القولون العصبي. اول دواء واللي هو انا شخصيا صراحه بعتبره السوبر، اللي هو الميبيفيرين هيدروكلورايد. الافيكاسي تبعه للمرضى القولون جدا قويه. هو بيجي بعيارين كمان شوي رح نشوفهم. صراحه يعني اغلب الناس اللي بياخذوا الميبيفيرين بيكونوا كثير مرتاحين عليه، ويعني بيكون كثير افكت معهم. من الاسماء التجاريه للميبيفيرين في عندنا الدوسبتالين لابو شيخه، في عندنا البيفيتالين للمتحده، وفي عندنا الميبيتالين للرام. هلا بالنسبه للدوزز تبعه، ففي عندنا تو دوزز 135 و200 ملي جرام. يعني بتقدروا تعتبروا انه الميبيفيرين هو الدواء الوحيد اللي فيه له جرعه 135 ملي جرام، عشان تكونوا حافظينها. اوكي. هلا كيف نعطيهم هدول؟ بالنسبة لل 135 جرام فبنعطيها حبة 3 مرات باليوم، أما ال 200 فيفضل أنه نعطيه لحد مرتين باليوم. طيب كيف ناخدهم أو متى ناخدهم؟ الميمبيفيرين بنعطيه قبل الأكل بعشرين دقيقة إلى نص ساعة. تمام. قبل ما المريض ياكل بحكي له اخذ حبه ميبيفيرين، خصوصا الاكلات اللي هو متعود انها بتهيج له القولون، زي الاشياء الحاره، زي الاشياء اللي بيكون فيها بهارات زياده، زي ما حكينا الكافيين، هاي القصص. لما المريض يكون عارف انه هو رح ياكل اكله ممكن انها تزيد له من اعراض القولون العصبي، فبحكي له اخذ حبه قبل الاكل بنص ساعه. تمام. هلا بالنسبة للميبيفيرين مشكلته انه هو ما بقدر اعطيه للحوامل او للمرضعات او حتى للاطفال اللي بيكونوا اقل من 12 سنة، يعني هو مين اللي بيكون للادلتس اللي بيكونوا هيلثي. تمام. هدول بعطيهم اياه ما في اي مشكلة، اما انه اعطيه لحوامل او مرضعات فلا، صراحة مو كتير سيف انه اعطيهم اياه. بلس نرجع منأكد على نقطة انه لما تعطيه للمريض انصحه يشرب مي كتير مع هذا الدواء، وحتى بالكونديشن تبع القولون العصبي بشكل عام. هلا نحكي عن تركيبة كيميائية ثانية بقدر اعطيها لأمراض القولون العصبي، اللي هي الهايوسين. بالنسبة للهايوسين فهو يعتبر انتي كولينيرجيك انتاغونست زي ما بنعرف احنا، فهو ممكن انه يعطيني سايد افكت. اوكي، نحن بنعرف انه الانتيكولينيرجيك انتاجونس قد ايه لهم سايد افكتس، فهو زيه زي اي واحد من هذا الجروب راح يعطيني هاي السايد افكتس ولو كان على درجه اقل. منها ممكن انه يصير في عندنا ديفيكلت باليورينيشن، بده يصير في عندنا دراي ماوث، هاي يعني الاعراض اللي احنا كلنا بنعرفها. بالنسبه للهايوسين فهو برضه ما بقدر اعطيه لا للحوامل ولا للمرضعات. من الأسماء التجارية إلو في عندنا سبازموبان للحكمة، وفي عندنا الباسكوبان للشقير. بالنسبة للسبازموبان فهو مش بس بيجي على شكل حبوب، برضو بيجي على شكل انجكشنز بتكون ماسيكولار أو انترافين أو حتى سبكوتانيوس بنعطيها، فهذا إشي كتير كويس للهايوسين. يعني الإفكت تبعه في حال كان يعني كان المريض كتير مزعوج وكتير متضايق من أعراض القولون العصبي، ممكن أنا ألجأ للإنجكشن من السبازموبان حتى يعطينا إفكت أسرع. الاستخدام برضو زي الميبيفيرين قبل الأكل بنص ساعة. هلأ بالنسبة للهايوسين ممكن أني
أعطي للنساء اللي بيكون في عندهم تشنجات من البيريود، كتير بيساعدهم وبيخفف من أعراض من هاي الأعراض يعني عندهم. التركيبة الثالثة في عندنا الكلورتيازي بوكسايد مع الكليدينيوم برومايد، بتيجي على شكل كومبايليشن بأسماء تجارية زي بوكسيديوم للحكمة والليبراكس لشقير. برضو هذا الدواء ما بعطيه لا للحوامل ولا للمرضعات، لأنه أساسا هو بيعمل لي تثبيط للنيورو ترانسميتر، فمش كثير سيف. بالنسبة للكليدينيوم برومايد فهو برضو أنتي كولينيرجيك، فكمان نراجع شو السايد افكت للأنتي كولينيرجيك مشان يكون عندنا فكرة عنها ونحكي للمريض عنها. تمام. بالنسبة للجرعة زي جرعة الهايوسين، مشكلة الكلورتيازي بوكسايد مع الكليدينيوم زي البوكسيديوم انه بيعمل لي انتر اكشن مع الادوية العصبية. تمام. يفضل اذا عرفت انه المريض عم ياخد ادوية عصبية، اشياء نفسية، ابعد عن هاي التركيبة، ما اعطيها، اعطي شي ثاني، لانه ممكن انه يعمل انتر اكشن مع هاي الادوية وكسايد افكت الهم يصير في عنا دوار ديزنس. تمام. ممكن انها توصل معهم يصير في عندهم ابيوز لهاي الادوية. اوكي، فنحاول نبعد عن هاد الكومباينيشن. خلينا متذكرين هاي المعلومة لانها جدا مهمة وكثير ناس بيغلطوا فيها. برضو في عنا الأوتيلينيوم برومايد، هي من الأدوية اللي بقدر أعطيها للقولون العصبي. في عنا من أسمائها التجارية السبازمومين للشرق، نميز هون سبازمومين اللي ذكرناه من شوي هو سبازموبان. سبازموبان هو الهايوسين، سبازمومين هو الأوتيلينيوم برومايد. تمام. الأوتيلينيوم برومايد هو عبارة عن أنتي مسكرينيك ايجنت، الجرعة تبعه بتكون حبة، بناخدها من مرتين لثلاث مرات باليوم، كتير افكتيف لحالات القولون العصبي. وبرضه ممكن ألجأ لهذا الدواء في حال كان في عندي أوجاع للكلى من الترسبات من الحصى، هاي القصص كثير بيساعدني انه بيسكن الالم تبعها. فمثلا في وصفات رح تجيكم انه المريض ما عنده قولون وانما في عنده ترسبات والطبيب واصف له سبازمومين، فالغاية منها انه هو يعتبر كثير افكتيف على هاي الاشياء. كمان من التركيبات الثانية هو البريفينيوم برومايد اللي هو الريابال، يعني بجوز اشهر دواء للتشنجات لامراض القولون هو الريابال. يعني بيجوا الناس هم عارفين اصلا شو بدهم، بيحكوا لك بدنا ريابال لانهم بيكونوا متعودين عليه وافكتيف معهم. الريابال بيجي على شكل تابلت، بيجي على شكل سيرب، وبيجي على شكل انجكشن. تمام. هلا بالنسبة للانجكشن فهي برضو رح تعطينا افكت سريع، فانا بلجأ لها اذا كان المريض كتير متضايق من اعراض القولون. تمام. بالنسبة للتابلت فانا باخذها حبة ثلاث مرات باليوم. هلا في عنا كمان تركيبة اللي هي الريابال كومباوند. الريابال كومباوند شو بيكون زيادة عليها؟ بتكون هي عبارة عن بريفينيوم برومايد ولكن بيكون يعني مضاف إلها الباراسيتامول. تمام. فهون في حال كان الوجع قوي أنا بلجأ أني أعطي الريابال كومباوند، كونه هون في عندي كمان مسكن إكسترا اللي هو الباراسيتامول، فالإفكت تبع هذا الدواء بيكون أقوى شوي. تمام. هلأ بنعطيه لحالات المغص أكثر من الحالات اللي بنعتبرها تشنجات. تمام. لآلام الدورة كمان هو كثير إفكتيف وبيسكن الوجع. هلأ بالنسبة للحوامل، بالنسبة للمرضعات صراحة ما في عليه دراسات إنه سيف 100%، فنحاول إنه ما نوصفه لمرضعات وحوامل. هلأ آخر تشويس بعلاج القولون العصبي في حال المريض جرب كل إشي وما استفاد ولا على أي تركيبة من اللي حكيناهم والأعراض كل مالها عم بتزيد، هون بيكون شغل الدكتور. فغالبا الدكاترة بيلجأوا للأدوية العصبية. تمام. زي الاس اس ار اي، زي الترايسايكليك انتي ديبريسنت، مثلا الديانكزيت كثير ناس مثلا بيجوا بيكون بوصف الطبيب انه موصوف له ديانكزيت. هلا غالبا ما بيكون هو لا شيء عصبي وانما بيكون لحالات القولون واعراضه، اصلا اسمه قولون عصبي يعني، فالادويه العصبيه ممكن انها تاثر
عليه، تمام؟ ولكن هذا الإشي نحن يعني نحاول نبعد عنه، ما نوصفه من عنا، بس خلينا معتمدين على وصف الدكتور لهاي الأدوية العصبية. أوكي، هيك بنكون خلصنا موضوع القولون العصبي الإريتبل باول سيندروم. إن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة ومعلومات جديدة. يعطيكم ألف عافية.